ينضم إلينا عن هذه الجريمة البشعة من البصرة مراسلنا حسن مظلوم. أهلا بك حسن. إذا ضعنا في تفاصيل هذه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة في، وهل توصلت القوات الأمنية للجاني؟ مساء الخير عليك مروة وعلى مشاهدينا الأكارم. حقيقة جريمة بشعة، أو ربما تكون هي جريمة مركبة، عملية اغتصاب وقتل هذه الطفلة، خصوصا ونحن يعني نمر بأيام شهر الله محرم، عفوا شهر الله رمضان، والناس يعني التقرب إلى الله والعفو والمغفرة خلال هذه الأيام، ليتفاجأ مواطني محافظة البصرة بهذه الجريمة التي حقيقة أثارت الكثير من التساؤلات والاستهجان عن أنه يعني هو الجاني. بحسب المعلومات الأولية هو صاحب سوابق، وكيف تم إطلاق سراحه في فترات سابقة، وكيف استطاع إعادة هذه الجريمة مرة أخرى. حقيقة عائلة المجني عليها تتبعوا، والملفت مروى أنه وجود كاميرات المراقبة في هذا الحي الشعبي البسيط على طول الطريق الذي مرت به أثناء عملية الاختطاف، ثم الوصول إلى بيت الجاني. قيادة شرطة البصرة كان لها دور كبير حقيقة بتشكيل لجنة على وجه السرعة، وتم اعتقال المشتبه به خلال ساعة ونص من ارتكاب الجريمة. نعم مروة. نعم حسن، هل هناك أي علاقة بين الجاني وعائلة الضحية في وقت سابق بحسب التحقيقات؟ حقيقة يعني الموضوع لا زال في بدايته، والتحقيق لا زال جاريا، لكن ربما منطقة المشراق القديم لا تبعد عن هذا المكان سوى بضعة يعني ربما بحدود كيلو متر، والمسافة ما بين الطفلة المغدورة ومحل القبض على المشتبه به ويعني مكان بيته بحدود لا يتجاوز ربما 300 متر، لا يفرق بين الحيين سوى الشارع الرئيس. تم تتبع طبعا مروة يعني مسيرة المشتبه به مع هذه الطفلة خطوة بخطوة من خلال كاميرات المراقبة، والوصول إلى يعني بحدود ساعة، وهذا كان طبعا قبل الإفطار، والناس تنتظر أذان المغرب لأداء يعني هذه المناسك الدينية والإفطار. نعم نعم مراسلنا من البصرة حسن مظلوم، نشكرك جزيل الشكر.